السلام عليكم، معكم علي. اهلا وسهلا بكم بدرس جديد. اذا كنت اول مره تشوف القناه لا تنسى الاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. نتكلم في هذا الفيديو عن verbs followed by two objects، يعني افعال تتبع بمفعولين به. مثل عندنا اللغه العربيه، في عندنا افعال يتبعها مفعول به واحد وافعال يتبعها مفعولين به، حتى لما نجي نعربها مفعول به اول مفعول به ثاني. ايضا باللغه الانجليزيه في عندهم افعال ياتي بعدها مفعولين به. لاحظ هذين المثالين بالاول، المثال الاخير بيتر بوت ا كار، اشترى بيتر سياره. اذا هذا اخذ مفعول به واحد كار. they hit him، ضربوه، ايضا مفعول به واحد. ننتقل لمثال الاخر، he gave the book to Mary، اعطى الكتاب لميري. لاحظ هذا الفعل تبعه أو جاء بعده كلمتين، في عندنا حرف جر preposition. إذا المفعول به أول مفعول به ثاني. إذا الفعل give، من الفعل give أخذ مفعولين به، مفعول به الأول the book، مفعول به الثاني ميري. نسمي المفعول به الذي جاء بعده حرف الجر نسميه indirect object، object مفعول به، indirect غير مباشر. إذا مفعول به غير مباشر the book يكون عندنا direct object، مفعول به مباشر. إذا نلفظها direct or direct، الاثنين صحيحة، direct object or direct object، indirect object or indirect object. إذا ننتبه المفعول به الذي يأتي بعد حرف الجر نسميه indirect object، قبل حرف الجر نسميه direct object. الأفعال اللي يكون بعدها to, for, from على الأغلب هذه تأخذ مفعولين به، كما قلنا واحد نسميه direct object الآخر نسميه indirect object. لدينا مجموعتين من الأفعال، في عندنا أفعال ممكن نحذف حرف الجر، بأفعال أبدا لا تحذف أو لا يحذف حرف الجر بعدها. لاحظ المجموعة الأولى، he gave the book to Mary، يعني أعطى الكتاب لماري. لاحظ الفعل gave أخذ مفعولين به، كما قلنا بعد حرف الجر نسميه indirect object or indirect object، قبل حرف الجر نسميه direct object. إذا direct indirect. ممكن نحذف حرف الجر نستبدل موقع الدايركت وإندايركت، يعني المفعول به المباشر مفعول به غير مباشر. احنا بالعربي نقول مفعول به أول مفعول به ثاني. he gave Mary the book، لاحظ هنا the book بعدين Mary، نعكسها تصير Mary the book ونحذف to، نحذف حرف الجر to. he gave Mary the book، أعطى ماري الكتاب. الحالتين correct، صحيحة. المجموعة الثانية من الأفعال لا نستطيع أن نحذف حرف الجر، يعني to و from مستحيل نحذفها. describe the house to me، يعني صف البيت لي. لا نستطيع أن نقول describe me the house، describe the house me، إذا لا نحذف حرف الجر. I borrowed $10 from my friend، استخلصت 10 دولارات من صديقي. لا نقول I borrowed 10 or I borrowed my friend 10 dollars، لا نستطيع قول هذا. إذن بعد describe و borrowed يجب أن نضع حرف جر، كما قلنا بعد حرف الجر نسميه indirect object، يعني مفعول به غير مباشر، قبل حرف الجر نسميه direct object، يعني مفعول به مباشر. إذن هذا الأول، الثاني يعني مثل بالعربي كما قلنا مفعول به أول مفعول به ثاني. المجموعة الأولى من الأفعال the preposition is sometimes omitted، يعني حرف الجر أحيانا يحذف. عندنا هذه القائمة نحاول نحفظها، كما قلنا الأفعال ممكن يأتي بعدها for from to، إذا هذا حرف الجر أغلب الأحيان يأتي بعدها مفعولين به. هذه الأفعال bring for buy for find
for make for give to lend to offer to pay to owe to sell to read to send to show to take to teach to tell to. نترجمهم مع بعض. bring for يحضر لي او يجلب لي، نترجمها لي. اذا يحضر يجلب، buy for يشتري لي، يعني buy for her يشتري لها وهكذا. find for يجد لي، make for يصنع لي، give to يعطي لي، lend to يقرض لي، offer to يقدم عرضا لي، pay to يدفع لي، owe to يدين لي يعني مدان لي، sell to يبيع لي، read to يقرأ لي، send to يرسل لي أو إلى، show to يظهر لي، take to يأخذ لي، teach to يعلم لي، tell to يخبر لي. إذا نحاول الأفعال هذه نحفظها، نذكر بعد هذه الأفعال حرف الجر يحذف، أحيانا نحذفه. bring for buy for find for make for give to lend to offer to pay to owe to sell to read to send to show to take to teach to tell to. The preposition is never omitted. لا يحذف حرف الجر أبدا مع هذه الأفعال. نحفظهم. Describe to, dictate to, explain to, invite to, mention to, report to, say to, ask for, pay for, thank for, borrow from, steal from, bring from. Describe to بمعنى يصف لي. dictate to يملي على أو لي، يملي إملاء، ينقل إملاء أو يكتب إملاء. explain to يشرح لي. invite to يدعو لي. mention to يذكر لي. report to ينقل تقرير لي. say to يقول لي. ask for يسأل لي أو يطلب لي. pay for يدفع لي أو من أجل. thank for يشكر من أجل أو لي. borrow from يستقرض من. steal from يسرق من. bring from يحضر من. إذن هذه الأفعال من الأفضل حفظها وحفظ معانيها وكتابتها، وننتبه أنه حرف الجر بعد هذه الأفعال لا يحذف أبدا. describe to, dictate to, explain to, invite to, mention to, report to, say to, ask for, pay for, thank for, borrow from, steal from, bring from. إذا كان عندنا ضمير يعني pronoun عادة حرف الجر لا يحذف. I'll show them to Mary. سأظهرهم لي ماري. سأريهم لي ماري. show يظهر أو يري. I'll هي اختصار I will. لاحظوا الجملة الثانية. I'll show Mary them. حذفنا to. هذه جملة خاطئة. إذا كان عندنا ضمير لا نحذف حرف الجر. الآن سنقول I'll show Mary them، هذا خطأ. إذا كان عندنا ضمير يعني هم
her, at, me, them, you, us. إذا كان عندنا هذه الضمائر حرف الجر لا نحذفه بعد الفعل. ننتبه لهذه الملاحظة. إذا كان أحد المفعولين به أقصر من الثاني يأتي الأقصر أولا. مثل الجملة هذه I'll show my watch to that nice man who helped me. لاحظ بعد حرف الجر هذا المفعول به وهذا مفعول به الأول. إذن دائما إذا كان الأقصر يأتي بالأول. لكن الجملة الثانية لاحظ I'll show my watch to the man أو I'll show the man my watch حذفنا to. بهذه الحالة إذا كان نفس الطول يعني نفس الكلمات لاحظنا مفعول به أكثر that nice man who helped me. إذا كلها مفعول به لكن لاحظ كلمة كلمة. بهذه الحالة إذا جاء ما يفرق معنا إذا جاء direct indirect بالأول الاثنين صحيحة. لكن انتبه إذا كان مفعول به أقصر من الآخر الأقصر يأتي أقرب للفعل وهذا ليس شيء إجباري يعني براحتنا ممكن بيكون أقرب أو ما في مشكلة الاثنين صحيحة. بهذا الشكل انهينا درسنا لهذا اليوم. تكلمنا فيه عن الأفعال اللي تأخذ مفعولين به. نسمى مفعول به الذي يأتي بعد حرف الجر indirect object يعني مفعول به غير مباشر. المفعول به الذي يأتي قبل حرف الجر نسميه direct object. لدينا أفعال ممكن نحذف حرف الجر وأفعال أخرى لا نستطيع أن نحذف حرف الجر أبدا. أيضا تعلمنا بعض الأفعال التي ممكن نحذف حرف الجر والأفعال التي لا نستطيع أن نحذف حرف الجر بعدها. تكلم بعض الملاحظات التي تفيدنا. كما قلنا كما في اللغة العربية مفعول به أول مفعول به ثاني. أيضا باللغة الإنجليزية لديهم مفعول به مباشر وغير مباشر. أتمنى قدمت شيء للفائدة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو ليصلكم كل جديد. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.